أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مستمرون في التغطية. ومع استمرار الحرب في قطاع غزة ازدادت وتيرة الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية، بين مطالب باستمرار المعركة وبين من يطالب بوقفها للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتواجدين في قطاع غزة. سنتابع كل ما يجري على جميع الجبهات بعد هذا التقرير. صرحنا أيضا دون أن تحسم المعركة. بهذه الكلمات الغاضبة خرج جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة رافعين لافتات احتجاجية على آلياتهم العسكرية، شددوا فيها على حرف اللام على غرار حرف حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إشارة منهم إلى اتهام الحكومة في الكارثة وعدم قدرتهم على اتخاذ القرارات. الاحتجاج هو الأول داخل الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب، ويعكس حدة التوتر بين المؤسسة الأمنية والسياسية بحسب محللين. فمن جهة يطالب الجنود بالبقاء داخل غزة والاستمرار بتدمير قدرات حماس، ومن جهة أخرى تزداد وتيرة مطالبات عائلات المختطفين بوقف الحرب والذهاب لصفقة تبادل جديدة. الجيش الإسرائيلي قال إن استخدام الأدوات العسكرية في الاحتجاجات مخالف للقانون، وإن هذه التصرفات لا مكان لها في المؤسسة، وسيجري التحقيق في الحادث. عائلات الأسرى الإسرائيليين لم تتوقف احتجاجاتهم على الشارع الإسرائيلي فحسب، بل اقتحمت قاعة اجتماعات الكنيست أثناء مناقشة اللجنة المالية بهتافات ولافتات تحت عنوان لن تجلسوا هنا وأبناؤنا يموتون هناك. نتنياهو خلال اجتماعه مع عائلات الأسرى والمختطفين قال إنه لا يوجد أي مقترح حقيقي من جانب حماس بخلاف ما يتم الحديث عنه، وأن هناك مبادرة من جانبنا ولن أخوض في تفاصيلها، بين من يطالب باستمرار الحرب حتى حسم المعركة وبين من يطالب بوقفها وإبرام صفقة تبادل. ثم تمن أطلق دعوات لإجراء انتخابات مبكرة وحل الحكومة الإسرائيلية الحالية، كما تشير آخر استطلاعات الرأي إلى استمرار تراجع شعبية نتنياهو وحزب الليكود ليحصل على 16 مقعدا فقط. لكن بن غفير قال لا يوجد حرب، لا توجد حكومة. وقبل أن أتوجه إلى شبكة مراسلين أرحب بضيوفي، ينضم إلي من القدس دكتور مئير مصر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية. أهلا بك دكتور مئير معنا، وأرحب كذلك برئيس المحكمة الداخلية لحزب الليكود الأستاذ ميخائيل كلاينر، وبالأستاذ جاي بورانتاير سابق في القوات الجوية الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا، ودعوني أن أبدأ معك أستاذ جاي. سأبدأ من الصور الأخيرة جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يخرجون من قطاع غزة ويقولون بوضوح تم إطلاق سراحنا، انسحبنا إلى الجانب الإسرائيلي دون حسم المعركة. كيف تقرأ هذا الموقف؟ أولا أن نرى 5 ثواني من مجموعة معينة من جنود الاحتياط الذين صوروهم مع الشعارات، ورأينا الحرف اللام هو الحرف الموجود في كلمة ليكود. هذا لا يشهد على كل جنود الاحتياط الموجودين في غزة 200,000. لا أحد فحص ما الذي يقوله جنود الاحتياط، ولكن عمليا ليس مهما ما يقوله جنود الاحتياط. كل جندي احتياط مع كل الاحترام له ليس سياسيا عليه أن يقرر. أعتقد أنك لأنر أيضا سيوافق معي، لن ندير هذه الحرب على أساس ما يريد جندي أو مظلي أو جندي احتياط. ورد فعل الجيش على هذه الصور سيكون قاسياً. ولكن هذا موقف أيضا داخل الجيش الإسرائيلي، وكذلك موقف كبير من قبل الشارع الإسرائيلي الذي يطالب باستمرار الحرب لتحقيق الأهداف، والهدف الرئيس وهو حسم المعركة داخل قطاع غزة.
لا شك أن هناك آراء مثل هذه وأخرى. لا يمكن في المجتمع الإسرائيلي أن يفكر كل المجتمع بنفس الطريقة. النقطة هي وبرأيي هي مهمة، هل هناك من يقول كذا؟ نعم، حتى عائلات المخطوفين مثل الجنود ليس من الصحيح أن تكون المقياس لما يجب أن يتم. ما هو هناك أمور مهمة بالنسبة إليهم، ورأيهم يجب أن ليس هو الذي يجب أن نحدد للدولة. في الكابينات يجلس وزراء ويقولون بوضوح أنه لا يمكن أن نصل إلى الهدفين معا، تحرير المخطوفين بزمن قصير وتدمير حماس، لا يصيران معا. ننتقل الآن إلى القدس وتحديدا إلى المظاهرة من أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ينضم إلى مراسلة 24 نيوز عمر ربيع. أهلا بك عمر، نرى استمرار لهذه المظاهرة المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. صورة الوضع لديك، الأجواء، وما الذي تسمعه من المحتجين؟ نعم لورين، لا فقط تصحيح بسيط، هو منزل نتنياهو الشخصي في شارع غزة في حي رحافيا في القدس، وليس مقر الإقامة الرسمي المتواجد في بلفور، على الرغم من أن المسافة قصيرة بين البيتين. على كل حال، المظاهرة كما بوسعك أن ترين هي شرفت على الانتهاء، ولكن بدون شك أن هذه المظاهرة كانت مظاهرة صاخبة جدا، ولربما كانت مشحونة بعض الشيء. لماذا أقول مشحونة؟ لأن القدس معروف عنها أنها معقل لليمين الإسرائيلي، الذي يفضل في واقع الأمر الهدف الأول لهذه الحرب، وهي القضاء على حماس، على الهدف الثاني، وهو إعادة المخطوفين بحسب ما نلمسه من الشارع. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأن بعض الأشخاص ممن يقطنون هذه المنطقة جاءوا إلى المتظاهرين وانتقدوهم، قالوا إنهم يشوشون على سير الحياة الطبيعية، يضيقون أعمالهم التجارية ويعني معيشتهم، ويقضون الهدوء المتواجد في هذه في هذا الحي. وبالتالي فإنه كان هناك نوع من الاحتكاك، أيضا كان هناك نوع من الجدال بين الطرفين. طبعا كل جهة ترى أولوية على حساب أخرى، بمعنى أن المتظاهرين يقولون أنه يجب أن تكون الأولوية لهدف إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، أما الآخرين فإنهم يرون أن الأولوية يجب أن تكون في القضاء على حماس. على كل حال، فإننا نلمس أيضا أن الانقسام السياسي الحاد الذي كانت تعيشه في إسرائيل قبل 7 أكتوبر تشرين الأول قد تطور، كان في حينها الفيصل في الانقسام السياسي الحاد كان قضية التعديلات القضائية، ولكن اليوم الانقسام هو على أمر آخر، هو على أولويات الحرب. لمن ستكون؟ يجب أن تكون الأولوية لإعادة المخطوفين أم القضاء على حماس؟ بطبيعة الأمر هذا أيضا ما شاهدته الكنيسة اليوم في جلسات عدة، في جلسة المالية، وفي أيضا في الهيئة العامة. نعم، من مدينة القدس مراسل اي 24 نيوز عمر ربيع، شكرا جزيلا لك عمر حتى اللحظة. أستاذ ميخائيل، استمعت إلى المظاهرات، ما يجري في القدس أمام منزل بنيامين نتنياهو، استمعت إلى الطرح كذلك أستاذ جاي، هل برأيك نتنياهو يأخذ في حساباته الشخصية وفي قراراته في المرحلة الحالية هذه الأصوات المطالبة بالإفراج الفوري عن المختطفين؟ لا شك بأنه يأخذ الأمر بالحسبان، لا يوجد شخص لا يفهم مشاعر هؤلاء الناس. سأجيب جاي فيما بعد. بدأت مع المخطوفين، هناك هيئة أو جسم ومجموعة من الناس وعائلات المخطوفين يحق لهم أن يقولوا ما يريدونه. وعندما شرحت يوم السبت في إحدى اللقاءات لماذا لا نذهب إلى صفقة، شرحت وقلت، ولكنهم قالوا لي لو كان ابنك هناك كنت تتحدث بنفس اللغة، قلت ربما لا. هذا السبب لا يكون سخيخا، تسألوني
هذا ليس سؤالا يطرح علي، ليس من الصحيح أن تسألني هذا السؤال. في هذا الموضوع في حرب 6 أيام كان جنرال إسرائيل تال، وقال في اليوم الأول من الحرب من أجل إنقاذ ابني أنا مستعد لحرق كل العالم. أنا كان هذا قولا متطرفا، ولكن للعائلات مسموح كل شيء، يجب أن يتح لهم أن يقولوا ما يريدون. وأنا أقول بأنه لا تعارض بين الهدفين بسبب بسيط، سنوار سيذهب إلى صفقة فقط عندما يضغط وسيكون له ما يخسره. لذلك ما نقوم به في خان يونس اليوم مع ثمن باهظ، ولكن هناك ثمن باهظ للطرف الثاني أيضا، هذا ليس لا يفرحني. كيف قالت جولدا، أنا غاضب عليهم لأنهم دعونا نقتل العرب. تقول أنه يجب أخذ بالحسبان مطالب عائلات الأسرى وهذا الوجع وهذه استمرار كل هذا الحراك. في نهاية المطاف نرى أن الضغط العسكري حتى هذه اللحظة لم يغير من حسابات السنوار ومن حسابات قادة حماس. ما الخيارات المطروحة أمام نتنياهو من أجل الإفراج عن المختطفين في أسرع وقت ممكن؟ سيكون هناك من يقول لك أن القوة لا تساعد، وهناك من سيقول أنه لم يكن ما يكفي من القوة. على فكرة أنا أوافق مع جاي وأريد أن أجيبه، أعتقد أنه صحيح. الجنود حتى لو كانوا في الاحتياط يجب ألا يعبروا عن آرائهم، لأن هناك من لهم آراء مثل هذه وآراء أخرى. خسارة أنه لم يقل ذلك عندما استخدم الطيارين درجاتهم لفرض آرائهم. هذه الورقة كما تعرف أنا كنت من قادة الطيارين، ونحن حرصنا جدا على أن لا نتحدث بالسياسة عندما كنا بالزي العسكري. كان لدينا الكثير مما نقوله ولكننا لم نقل. بعد أن نزعنا اللباس العسكري وصرنا مواطنين ومدنيين، كلنا ما لدينا. أستاذ ميخائيل، المشاهد لا يفهم، إن أردت تعقيب بالعربية ولكن بالعبرية لا يمكن. أريد أن أتحدث عن ما تطرق إليه السيد كلاينر. يقول أنه لا يرى تعارضا. أولا القوة التي استخدمناها في 60 يوم الأخيرة، ونسمع كم من القوة وكم من المخربين قتلنا ودمرنا هذه الفتحات وهذه الألوية. لم نجلب مخطوفا واحدا ما عدا واحدة، نعم بالصدفة، ولكن كان هناك 3 ولكننا قتلناهم. أسألك سؤالا، لو كنت سنوار والورقة الأهم والأقوى التي حصلت عليها بين يديك كانوا 136 مخطوف، لماذا بحق الله أعمل أقوم معك بصفقة أعطيك هذه الورقة وكل ما تعدني فيه هي فترة قصيرة التي يمكنني فقط أن أودع أصدقائي فيها قبل أن تقتلني؟ واليوم يقول يقولون هذا الناس الذين يفهمون وليس أفرادا، لأنه لا يمكن أن تحصل على الهدفين بنفس الوقت. لو كان وزير قائد الأركان وغيرهم لو كانوا يقولون سندمر حماس و هذا غير شيئا. أنت ستقبل أستاذ، ولكن أنت ستقبل في أن تستمر حركة حماس في تهديد أمن إسرائيل إذا كنت تريد فقط إطلاق سراح المختطفين دون تحقيق الهدف الأهم لربما كما يراها البعض؟ أنا أدعي، وهناك الكثير مثلي، أنا لن أقول تعالوا نخرج خارجا ونفعل كل شيء يريد حماس وفقط نأخذ المختطفين. إذا ذهبنا إلى صفقة يعني كجزء منها هناك وقف الحرب، وقد ضربنا ودمرنا أكثر من أي وقت مضى، ولكن الصفقة يجب أن تشمل كون حماس لا يكون قريبا إلى الحدود وأن لا يطلق، وأمور يقوم بها الأمريكان والقطريون. وإذا خرق هذا الاتفاق
اتفاق فسيعود الجيش ويكمل المهمة. سأستمر أريد أن أجيبه بجملة قبل أن نتوجه إلى أخلاق. أولا التحليل صحيح، واضح أن سنوار سيحتفظ بهم حتى اللحظة الأولى الأخيرة لينقذ نفسه. هناك إمكانية إما أن يدخلوا إلى هناك ليس سبعة فرق وإنما المزيد والمزيد ليحسموا الأمر لأنه لا وقت للمخطوفين، أو أن يذهبوا إلى صفقة لوقف الحرب ينقذون المخطوفين. أنا كتبت هذا أيضا، ولنعيش مع حماس وأن ندع السعوديين والقطريين لحظة، هذا مهم، إن ندعهم يخرجونهم ونقول طالما لم يخرجوا آخر الصواريخ والقذائف لا رجع إلى الشمال ولا ترميم للقطاع.